المهدية ما بين 11 و 16 جوان 2015 بالتحديد في اوتيل مورادي. كنا مع سيسيون سويفي من الفورماسيون تاع ستوري ميكر. بون فيما يخص السيسيون هذه حاولنا نخدمه بطريقة نبعدوا بها شوية على المعنى الكلاسيكي بتاع فورماسيون، ستادير يجو دي فورماتور ولا انفورماتور يعمل محاضرة للعباد، نحكوا برشا تيوريك وما فماش براتيك. بالعكس حاولنا نهبطوا سور لو تيران، وقبل ما نهبطوا سور لو تيران حضرنا بالكدا فيما يخص الكتيبة بتاع السينوبسيس بتاعنا قبل ما نهبطوا نعمل ريبورتاج. الروبيراج بتاعنا العباد اللي باش نحكوا معاها نحاولوا اون لي كونتاكت من قبل. هكاك بعد وقت اللي هبطنا لي تيران سوبوزي العباد الكل تهبط تعرف شنو باش تعمل بالضبط، تعرف كيفاش باش تعمل الحكايه اللي تحب تخدمها. بعد نهارين في الفورماسيون وفات البارتي تيوريك، وكل واحد كان يلزم يختار موضوع في المهدية يخدم عليه. خرجنا مع بعض منهم وتبعناهم في خدمتهم بين التصوير والمونتاج. غيث اختار انه يخدم على البحارة اللي رفعوا الشبك في بورت المهدية، قرب منهم اكثر وقعد قعدتهم باش يحاول يربح ثقتهم ويخليهم على راحتهم. شو كلمة كلمة؟ يعطيك الساعة كيفاش تنسي؟ كي وصلت للبلاصة هذيا تفاجأت شفت برشا عباد يرقعوا في الشبك، السفن على البرط ماهيش خارجة. حبيت نعرف علاش السفن وعلاش العباد هذي موجودة هنا ترقع في الشبك. حكيت معاهم المرة الأولى حسيتهم ما يحبوش يحكوا، لكن بشوية بشوية خذيت معهم الكلمة ارتاحوا لي وارتحنا لبعضنا بصفة عامة. بدينا نحكوا كل مرة إنسان يعطيني كلمة نتعدل الشخص دوخ نحكي معه شوي يزيد يعطيني ما أكثر. بعد كان العلاقة بيناتنا ولت ما عدتش كاميرا ما عدتش حتى حاجة. المواضيع كانت مختلفة، هيثم وفريال زوز فرد بلاصة فوق البرج، أما كل واحد اختار باش يخدم على موضوع. هيثم اختار انه يعمل بورتريا على المهدية، وفريال اختارت انها تخدم على الجبانة متاع المهدية. نخدم في بورتري على المهدية لي مونيمون اللي فيها البلايص المزيانين وكل شيء. كيما ترى اشتر البلايص عاليين ومعناها بحر وهواء وكل شيء، دونك ما مشكلة في الصون وكل شيء، دونك هي اوبليجي باش نعمل نخدم فوا اوف معناها. و بون لي زاستوس اللي عطاهم لنا لي فورماتور معناها عاونوني برشا معناها كل شيء. بون مش كيما التيوريك كيما البراتيك، خاطر تهبط سور تيران وفما مشاكل معناها مش كيما يحكيو لك عليهم كيما يعرضوك، لازمك تتصرف وحدك. فما عباد ما يحبوش يعملوا ديزانترفيو، فما بلايص معناها ما تنجمش تطلع لهم، فما بلايص ما عندكش اكسي باش تمشي لهم. نرجعوا لفريال اللي الموضوع نتاعها عند برشا عباد غريب شويه. علاش اختارت باش تخدم مع الجبانه نتاع المهدية؟ وكيفاش تعاملت مع الموضوع نتاعها سور تيران؟ البلاصه الوحيده اللي في العالم جبانه تقصها كياس وفيها قدام بحدا بحر. بون الخدمه اللي تعلمتها كونه ما لازمكش تصور كونتر جور وحكايه الصوت وكل شو اسمه بانوراميك. بون لقيت صعوبات في فاست الريح خاطر الطقس هذا تاع الاخر، وكي نجيبش نصور العباد الاكثريه نتاعهم ما يحبوش يوريو وجوههم. فريال، هيثم وغيث وبرشا اخرين سور تيران تعرضوا لصعوبات معينه سواء على الجانب التقني ولا في التصوير مع الناس. فما اللي صور بالسرقه وفما اللي قاعد يستنى لليل باش يصور اللي حاجته به. في انتظار النتيجه النهائيه بعد ما يعملوا المونتاج، هذا كان راي قيس زريبه لاندي فورماتور في سيسيون سويفي. انا اكثر حاجه شخت عليها وشفتها عطت ريزولتا بعد هو سورتو الكونتاكت مع العباد، الاحساس شويه بالخطر. هبطوا للتيران شافوا شويه اختار حكوا مع عباد بالحق، فتشوا على دي سوجي بالحق، فتشوا عليهم بالكدا بالكدا، خدموهم من قبل ورجعوا فهم عباد ورجعوا فريمون بديروش معناها دو كونتوني نتاع نيفو معين نتاع دي جورناليست بروفيسيونيل. معناها على خاطر احنا لازمنا نعرفوا احنا العباد هذوما الكل شكون بالضبط،
ماناش دي جورناليست بروفيسيونيل، لكن يزينا تو ماناش دي زادمين فيسبوك، احنا عباد مواطنين نعطوا في المعلومه، دونك سي لو مومون تو باش نطلعوا شويه في النيفو نتاعنا. فوالا دونك سيتي سا لابروش جينيرال اللي لنا بروفيسيونيل كذا، لكن حاولنا نجبدوا لو ماكسيموم باش انا نخدموا في البروفيسيونيل اكثر. دونك عندنا مسؤوليات، عندنا شغف ونعرفوا شنو نحبوا بالضبط ونخدموا لها الحكايه باش نخدموا عليها. دونك نحضروها من قبل ونحاولوا نلقوا ريزولتا خير برشا من اللي كنا نعملوا فيه قبل. يا وفيرا بعد شنو عندنا بالضبط معناكم ريزولتا مي حسب ما قاعد نطبق التو، معناها فما فرق كبير ما بين النهار الاول واليوم معناها.